تعالوا نروح مقر النادي الاهلي في الجزيره، معانا مراسلنا العزيز شريف شعبان، هنعرف منه اجواء النادي عامله ازاي، ويا ترى ايه اخبار الحاله المروريه عشان اللي من حضراتكم رايح النادي يعرف الدنيا ماشيه ازاي، ونعرف كمان المحاور المروريه المختلفه والطرق سالكه ولا الدنيا زحمه ولا ايه الاخبار. يا شريف صباح الفل، اهلا بيك. صباح الخير، اهلا بيك، تحياتي ليك كريم، تحياتي لنهاوند وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. صباح الخير، صباح الحيويه، صباح النشاط، صباح النادي الاهلي في كل مكان. 10 الصبح في الاهلي، يمكن الكل سعيد بافتتاح القناه بالامس. يا رب باذن الله كده يكون اللي جاي كله اعياد، يكون اللي جاي كله انتصارات للنادي الاهلي، ويتوج هذا الافتتاح العظيم امبارح بفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري والبطوله الافريقيه البطوله التاسعه باذن الله. جميل. طيب بالنسبه بقى للحضور، يعني قبل ما ندخل في تفاصيل التدريبات وايه اللي بيجرى على صعيد الفرق المختلفه للنادي الاهلي، على صعيد الاعضاء الدنيا ماشيه ازاي في ظل اجواء الكورونا؟ انا كنت من كام يوم احنا والنهاوند رحنا فرع النادي في الشيخ زايد، انا شخصيا استمتعت جدا بوجود مجموعه من السيدات الفضليات، ناس كبار في السن قاعدين بيشربوا مشروبات حلوه كده وبتاع، وفي اجواء لطيفه. فالنهارده الجو عندكم عامل ازاي؟ هنا الجو يمكن مشمس، يعني مشمس شويه، بس الجو ظريف، يمكن النادي بالزحمه، بس في حضور لسه الصبح لسه بدري، يمكن الساعه 10 وربع لسه الدنيا مش بالزحمه، ولكن هنا الاجراءات الاحترازيه في النادي الاهلي شديده قويه جدا، من اول البوابه قياس الحراره مع الامن النادي، وبعد كده جهاز الحراره تاني باليد، وبعد كده جهاز تعقيم، وهنا ممنوع تتحرك جوه النادي او تقعد في النادي من غير كمامه، يمكن تعليمات واضحه وصريحه، ممنوع منعا باتا اي حد يتحرك جوه النادي او يقعد جوه النادي من غير كمامه، يمكن تعليمات طبعا المدير التنفيذي العميد محمد مرجان ومدير الفرع الاستاذ خالد مرسي. يمكن هنا الاعضاء يمكن ملتزمه جدا بهذه يعني التعليمات الصارمه جدا لمصلحتهم ولصحتهم، ولكن تباعا على مدار اليوم بتلاقي النادي يمكن من الساعه 4 العصر يبدا الاعضاء يمكن تيجي مثلا بعدد كبير شويه علشان خاطر يكون الجو كمان يعني درجه حرارته خفت شويه. خليني كمان اقول لك، يمكن انا مثلا ساكن في وسط البلد، لو هتتكلم على السيوله المروريه، يمكن شارع القصر العيني مرورا بكوبري قصر النيل لحد وصولي للنادي ما خدتش مثلا حوالي 5 دقائق او 7 دقائق بالظبط، يمكن السيوله المروريه كانت كويسه جدا من المانيا لحد النادي الاهلي. فبدعو كل الاعضاء النادي الاهلي اللي عاوز ينزل يتشجع وينزل لشارع قصر العيني، ما شاء الله يمكن الدنيا فيه سيوله مروريه كبيره جدا، كوبري قصر النيل، الجزيره، الدنيا كويسه الحمد لله، ما فيش زحمه خالص بعد الانشاءات، بعد الكباري اللي بتعمل في جمهوريه مصر العربيه، ما شاء الله عامله سيوله مروريه كبيره جدا. اتكلم معاك بقى على يوم النهارده، اليوم الرياضي يا كريم ولا؟ يعني يا شريف عايزين نعرف الاول، صباح الخير عليك طبعا، وعايزين نعرف منك كده ان النهارده طبعا الماتش الودي، عايزين نعرف منك الاجواء، الدنيا ماشيه ازاي، خلينا نعرف. طبعا بصبح عليك نهاوندي، طبعا خليني زي النهارده يمكن في مباراه وديه الساعه 5 الاهلي مع فريق الجونه، استعدادا لاستكمال مسابقه الدوري الممتاز ومسابقه كاس مصر والبطوله الافريقيه. يمكن الاهلي لعب مباراه وديه من كام يوم مع سموحه، فاز فيها باربع اهداف مقابل لا شيء، ومن قبلها كان عامل تقسيمه ما بين فريقي النادي الاهلي، يمكن انتهت بالتعادل على ما اظن. النهارده التجربه الثالثه والثانيه في المباريات الوديه، يمكن فايلر ما طلبش غير مباراتين فقط لا غير، بجانب التقسيم اللي عملها مع الفريق ذات نفسه، قسمهم لفريقين، يمكن استعدادا طبعا لمباراه انبي اللي هتكون يوم 9 اغسطس المقبل باذن الله. زي ما احنا عارفين الاهلي فارق جامد جدا في الدوري الممتاز، يمكن احنا عين الجماهير كلها وكل الجماهير بتترقب مباراه الاهلي والوداد المغربي، هتكون ذهاب واياب، هيكون مباراه في المغرب ومباراه في القاهره. الاتحاد الافريقي كان من فتره قال مباراه واحده في دوله الكاميرون ورجع في كلامه تاني، وكان في توصيه الفتره الاخيره ان يرجع تاني على النظام القديم، مباراه رايح ومباراه جاي، الى الان لسه يمكن ما اتخذش قرار رسمي، ولكن هو الاقرب الى الان مباراتين، مباراه في المغرب ومباراه في القاهره باذن الله. دعواتنا ودعوات كل الاهلاويه ان الاهلي باذن الله يتوج باللقب التاسع. يمكن على مختلف او صعيد الالعاب الاخرى، يمكن الفولي، اليد، الباسكت، كله بيستعد لاستكمال الموسم، التمرينات شغاله على قدم وساق هنا في النادي الاهلي، يمكن اللي
الالتزام بكل التعليمات القادمه من وزاره الصحه او من الاتحادات الاهليه او الاتحاد اللي بيختص كل لعبه في تنفيذ الاجراءات الاحترازيه، اذا كان يتمرن ما يتمرنش جوه صاله مغطاه ويتمرن في ملعب مفتوح فالاهلي بينقل تمريناته لملاعب مدينه نصر المفتوحه طبعا، او بيتمرن لو بيعمل تمرينات لياقه بدنيه بيتمرنها طبعا في ملعب التيتش. دي كانت اخبارنا اللي بتخص النادي الاهلي على مدار اليوم، باذن الله يكون يوم جميل لاعضاء النادي الاهلي، باذن الله يكون اللي جاي كله انتصارات للنادي الاهلي باذن الله. يا شريف نشكرك جدا، مراسلنا شريف شعبان شكرا ليك، كل التوفيق ان شاء الله طبعا للاهلي. اظن خدنا معلومات وافيه وكافيه.